يسعد مساكم مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده ومنوعه من برنامج هاي الشباب. اكيد راح نبدي حلقتنا لهذا اليوم بكل طاقه ايجابيه ويا زميلات. يسعد مساكم. يسعد مساكم. يسعد مساك تبارك. يسعد مساك. مرحبا متابعينا الاعزاء، اليوم احنا وياكم في حلقه جديده ومعلومات جديده برفقه زميلاتي همسه وتبارك. شلون شاء تبارك؟ مساء الخير عليك وعلى همسه، مساء الخير على المشاهدين. انتظرونا اليوم فقراتنا تجنن وبيها اخبار وامور كلش راح تفيدكم، خليكم ويانا. يسعد مساكم مشاهدينا الكرام من جديد. راح نبدي اول فقرات حلقتنا لهذا اليوم وهي اخبار الشباب. شابة كردية تنشأ مزرعة لإنتاج فطر المحار بجهود ذاتية. نجحت الشابة العراقية الكردية شيماء حمد الله في إقامة مشروع مزرعة صغيرة لإنتاج فطر المحار برأس مال يقدر بنحو 10 ملايين دينار عراقي وبطاقة تزيد عن طن سنويا بمساحة 16 مترا مربعا فقط. حولت الشابة شيماء حمد الله جزءا من الطبق الأرضي من منزلها إلى مزرعة لهذا المشروع. تأمل الشابة شيماء في الحصول على دعم من الحكومة أو المنظمات التي تساعد الشركات الناشئة. شاب مصري يبتكر مكيفا يدويا للتخفيف عن مرض والده، خلونا نشوف التفاصيل. حرص شاب مصري على تطبيق فكرته وصناعة تكييف يدوي من أجل إراحة والديه، وذلك بسبب مرضهما، حيث يعاني والده من عدم تحمل درجات الحرارة بسبب تقدم عمره ومرضه. وحرص الشاب على تطبيق أفكاره وتنفيذ فكرته في صناعة مكيف يدوي مستخدما أدوات منزلية بسيطة جدا موجودة داخل أي منزل. استخدم الشاب أحمد من محافظة الدقهلية صاحب 26 عاماً أدوات بسيطة وترتيبها وتركيبها لتطبيق فكرته البسيطة مستخدماً برميلاً من البلاستيك ومروحة مكتبية وموتور صغير للرفع وخرطوم مياه، وبدأ في تجميعهما لينتج منهم تكييفاً يدوياً. شاب ابتكر طريقة للرسم بالنار على الورق، خلينا نشوف. إبراهيم أبو مبارك أو رسام النار كما عرف عنه، طالب بالفرقة الثانية لكلية اللغة العربية في جامعة المنصورة، اكتشف موهبته بالصدفة قبل حوالي 3 أعوام عندما تنافس مع زملائه بالمرحلة الثانوية في رسم صورة لشخصية كرتونية، وأخذ مع نفسه تحدي ومحاولات عديدة لإخراج أفضل ما لديه على الورق. ومنذ هذه اللحظة سلك طريق الفن واكتشف موهبته الرسم بالنار، حيث بدأ إبراهيم يبدع في رسمه أملا منه في الوصول لخامة مختلفة وغريبة يصنع من خلالها تميزه واختلافه في الرسم عن غيره من الهواة، حيث استخدم برية الأقلام والكركديه والشاي والعسل وأيضا الفواكه حتى توصل لاستخدام النار كخامة يرسم بها. رجعنا وياكم مشاهدينا فقرة ثانية، فقرة على هواك. اليوم فقرة على هواك تكون مخصصة لكل ما يهم الشباب والشابات في عالم الموضة والأزياء والأكسسوارات وكل ما يتعلق فيها في الأناقة وغيرها. أكيد اليوم راح ناخذكم لعالم الموضة الخاصة بالشباب، وتحديداً الجزء مهم جداً بأناقة الشاب واللي هو ربطة العنق اللي يضيف لمسة أناقة خاصة بالشاب. أكيد لكل شاب يبحث عن أناقة ربطة العنق وألوانها وموديلاتها، خليكم ويانا خلينا نتعرف بهذا التقرير وبعدها راجعكم.
بالنسبه للاربطه عندنا يعني هواي بهن موديلات، عندنا الرباط العريض، عندنا الرباط السليم يعني واربطه كلاسيك. بالنسبه للنوعيات عندك الرباط الجاكر، الرباط الستن همينه، وبهن المتموج اللي يسميه احنا صدر الحمام ال 3D، وبهن قصات ايطاليه، فصالات ايطاليه، فصالات يعني تركيه سليم همينه حلوه. واكو 7 سنتيم عندك، وعندك 9 سنتيم ذني موديل. ال 7 سنتيم يصير يعني الوسط، وال 9 سنتيم الرباط العريض اللي احنا نسميه رباط ايطالي، الموديل مالته ايطالي. الرسميه عندك ال 7 سنتيم، يعني هو يشتغل على السليم ويشتغل على الكلاسيك. لا ال 7 سنتيم. ليش؟ ال 7 سنتيم قلت لك يشتغل بكل يعني عندك البدلات الكلاسيك يشتغل عليها، والبدلات السليم يعني الثلاث قطع يشتغل على البدلتين. ستاندر الاربطه يبدي من ال 10000 دينار ينتهي لحد 90000 حسب القماش والحشوات اللي تستخدم به. هو عندك ماركات، عندك ماركات الكارفيلا وماركه كلش هي سائده بالسوق، يعني هي المسيطره. يعني عندك الذهبي الستاندر وعندك الماروني، يعني اكثر شيء اقبال عليه. لا الزبائن هم اللي يجون، هم اللي يعني عنده فكره بباله مثلا، ويعني انا اسئله للزبون اقول له انت شنو اللي ببالك مثلا الرباط، راح يقول لي اذا عنده شيء معين اطلع له اياه، اذا ما عنده لا انا راهم للرباط حسب اللي يريده. اكو هوايه كلش هوايه شدات للربطات، وراح اسوي لكم هسه شيء مثال له. عندك شده الرباط الكلاسيك اللي هي العقدتين، اشوفك هاي الطريقه. هاي الطريقة هي الطريقة السائدة يعني اللي يستخدمها أكثر شيء الشباب وحتى الكبار بالعمر. هاي الطريقة عقدتين تصير، هاي العقدة الأولى والعقدة الثانية هاي. هاي الطريقة احنا نسميها شدة الكلاسيك، يعني ترهم قلت لك للبدلات السليم وترهم للبدلات الكلاسيك فقط. هاي شدتي لا لا بعد اكو عندك شدات، شده البقلاوه تصير هيك قصه مائله، الضفيره هسه اكو هم شدات جديده صارت اللي هي تصير مثل الضفيره بس العقده مالتها كبيره، هاي مو كلش مرغوبه. بالنسبه احنا يعني مو فقط عندنا الاربطه، عندنا فيونكات هم يعني تستخدم بمناسبات معينه كعرس كحفل عيد ميلاد، يعني هواي مناسبات تستخدم الفيونكه. عندنا همينة الفيونكة تجي بها موديلات هواية، عندك المشجر تجي بها، عندك اللمعة، الستن يصير بها سادة، يصير بها شغل يعني فد تخريجات، يعني بهن هواية موديلات. يسعد مساكم مشاهدينا الكرام، من جديد وصلنا الى محور حلقتنا لهذا اليوم في فقره لايت. اليوم راح نتحدث عن فتره الشباب لانها من اهم الفترات في عمر الانسان، كون فتره يتمتع فيها الانسان بطاقات كبيره ونشاط وحيويه، ويكون الانسان في هذا العمر لديه طموحات جدا كبيره. طبعا يا همسه، لهذا تعد هذه المرحله مرحله الشباب، هي الفاصلة في حياة الإنسان، فأما أن يستغلها بصورة صحيحة أو يهدرها بأمور لا تنفع، ويصبح بعد فوات الأوان نادماً ولن ينفعه الندم. اليوم نتحدث عن الشباب والوقت وكيفية استغلاله بشكل صحيح أو أن لا يضيع. سناقش ذلك مع مدرب في مجالات الصحة النفسية الأستاذ هاني علاوي. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. يسعد مساءك، نورتنا اليوم. اليوم راح نتحدث عن موضوع جدا مهم يمكن شغلنا بالفترة الأخيرة، اللي هو شلون يتعامل الشاب العراقي مع نفسه ومع تنظيم الوقت. نعم، بالنسبة لتنظيم الوقت هو موضوع كلش مهم، خاصة أغلب الشباب، حتى مو فقط الشباب ولكن حتى اغلب اللي مثل كبار السن او مجهولين باوقات غير مهمه، وخاصه فتره الشباب احنا ننبه عليها، لان فتره الشباب هي تعتبر فتره حيويه وقوه ونشاط، فالمستقبل ما تعرف شنو اللي راح يتخبي للشباب في فترات معينه، ولكن الاغلب هو جاهل اهميه هاي الفتره، وحقيقه قد هي مهمه له
في تحقيق إنجازاته، في تحقيق أهدافه، في تحقيق طموحات يهدف بالمستقبل يحققها. لكن مع الأسف نلاحظ أن كثير من الشباب جاهلين عن هذا الموضوع، مبتعدين كل البعد عن تنظيم الوقت وإدارة الوقت، وتلقين الأغلب يعني سمعنا عنه بهذا التفصيل، الأغلب شاغلين أنفسهم بأمور ما بها أي معنى وليست أساسية، وبالتالي يشوفوا السنين تمشي وتمضي بحياته، ولكن يصل في مرحلة يندم على أشياء من المحتمل صعب ترجع وصعب يحققها بالمستقبل. صحيح صحيح. زين، هي المشكلة إنه يمكن إحنا بالعراق أغلب الشباب والشابات ماكو أي متنفس إلهم، ماكو أي شيء ممكن هواية يحققوها أو يسووها مشروع إلهم، يعني ماكو دعم من الحكومات أو وما إلى ذلك ما نتطرق لها. نعم. فالشاب يشغل وقته، حاسة إنه يروح لغير عالم، إنه يصفي دماغه من هاي السوالف لأنه يتأذى، يمر بمراحل شوية عصيبة، فيشغل نفسه بالتليفون، الألعاب الإلكترونية، الأصدقاء يعني يحكي وياهم، ممكن يقضي وقته بالمقاهي أو وما إلى ذلك. وهو تدرج ضمن انعدام الفرص، وهذه الفرص تأثر على حياته. خلينا نكون واقعيين، بعض الأحيان يعني المثال الواقعي بالمستقبل مثلاً نشوف أحد أقاربه أو أخوه أكبر من عنده، شوف المستقبل عنده محدود، أو مثلاً حتى لو كان مثلاً على سبيل المثال خريج أو محقق بعض الأهداف ولكن محدودة في نوع ما توقف، فهذا ينظر هو يعتقد أنه هنا توقفت الحياة. فالنموذج مهم جداً، فمهم إحنا نطرح هيك مواضيع الحياة. يعني أنت لا تنظر على الجانب المظلم دائما، لكل شيء بالحياة جانبين، جانب مشرق وجانب مظلم. لا تقول لي هسه أنت الحياة صعبة وحياتنا صحيح. ما نقدر نحقق بها أهدافنا وحياتنا برغم هاي الظروف اللي نعيشها. نشاهد شباب ناجحين متفوقين محققين إنجازاتهم، عندهم أهدافهم وقدروا يحققوا النجاح، ولكن في الجانب الآخر بعض الشباب يتسمون بالإحباط أو ينتظرون في نقطة سلبية أو دعم فشل لهم، يريد ذريعة فيظل متمسك بهذه الذريعه انه انا فاشل ما راح اقدر احقق النجاح، انا ما راح اقدر اتوفق في حياتي. والسبب عندي امثله هوايه، مثلا اخويا صديقي اقاربني ينظر الى الاشخاص اللي ما حققوا النجاح، لذلك راح يسبب عنده نوع من الاحباط، وهذا الاحباط راح يبعده عن تنظيم الوقت فيبقى ملتهي باشياء ما لها داعي، مثلا استخدام الموبايل بكثره وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي الغير هادفه نوعا ما في تحقيق او اهداف معينه له، وبالتالي الوقت يضيع من عنده بدون فائده. بالفعل، حتى يصير عندنا نجاح ومستقبل جدا زاهر اكيد لازم هناك يكون تنظيم وقت، هدف للوقت. نعم. وايضا شلون نتعامل مع وقتنا. نعم. فشلون هنا راح ننظم وقتنا كاذا الشخص يكون موظف او ربة بيت وما الى ذلك. صح، تنظيم الوقت اساسي، لكن نشوف بعض من الاسئله يقول لك الوقت ما يكفي. بالفعل. الزمن سريع، اي واحد يتطرقين يا اليوم بده يخلص من وقت. السبب هو يعني الانشغال باشياء مو اساسيه، وهي بالحقيقه اللي تاخذ وقت. مثلا احنا كلنا نستخدم الموبايل في وقفات معينه، يعني اقل تطبيق انت تستخدمه اذا ترجع على الاعدادات تشوف قد مده مستخدمه راح يطلع لك الوقت، راح تلاحظ اقل شيء انت بتطبيق معين مستخدم ساعتين ثلاثه. طيب هالساعتين ثلاثه بها هواي انجازات، بها هواي اشياء تقدر تحققها، لكن الانشغال باشياء غير منطقيه او ما يعني ما بها اهداف او ما بها فالتحقيق فائدة إليه، بالتأكيد راح تسبب لي نوع من خسارة الوقت وتنظيم الوقت. لاحظ خاصة المشاكل الأسرية، وخاصة المشاكل اللي تكون سببها قصور في أداء أو واجبات المنزل. صحيح، يمكن الرجل اليوم العراقي مجرد تحكي ويا المرأة يقول أنا ما عندي وقت لهذا الموضوع. إيه، هو يقدر يوفر وقت، يقدر يوفر وقت ويا نفسه ويا عائلته ويا زوجته أيضا. صح، بالنسبة للجانبين يعني ما يقتصر على جانب معين، لاحظ الرجل والجانب الاخر المراه الزوجه نفس يعني التفاصيل. هنا راح تقول له انا لما كانت موظفه مشاغل البيت او مشاوير البيت ما لحق عليها، اذا كان اكو اطفال ترتيب الاشياء واضافه ضايفه امور معينه تكون غير اساسيه، ربما تبعد يعني ساعه متاخره للوقت، هذا نص اليوم وانتهي عندنا. احتمال تشغل بالها بامور غير اساسيه او اتصال يعني باقارب او الاهل راح تسبب هنا اكو شيء اهم من شيء، خلي الاولويات بحياتك وابدي انت تتقرب من عائلتك، خاصه بعض الحين نشوف بعض الرجال يعني انتهاهم مثلا في التواصل مع اصدقائهم او استخدام بعض وسائل التواصل الاجتماعي وعائلته محتاجته. في بعض الاحيان حتى النموذج انت راح تحصل عائلتك، اذا انت مستخدم مثلا او هي مستخدمه الموبايل بكثره راح نشوف الابناء حتى الشباب فترة الشباب ذكرنا
راح يكون نموذج الاهل، فراح تستخدم اصلا تطبيقات الموبايل بكثره، يعني النموذج اللي عنده داخل المنزل هو ما مهتم بالوقت وما داري يشوف اللي صار الخربطة بشكل عام العائلة. طيب أستاذ، أكيد إحنا مكملين وياك، لكن إحنا رأي الجمهور أكيد يهمنا. إذا مشاهدينا الكرام خليكم ويانا، هذه انتقالة إلى أحد زملائنا لمعرفة رأي الشباب الأولاد يستغلون أوقاتهم، أو كيف اليوم الشاب العراقي يستغل أوقاته بصورة صحيحة. إلى هنا. تحية مليئة بالحب لكم مشاهدي شاشة زاغروس الفضائية، وأهلا وسهلا بكم في فقراتنا المتنوعة والجميلة من برنامج الشباب هاي شباب. مثل ما تعرفون كلكم سامعين بالحكمة أو المقولة اللي تقول الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، لذلك اليوم فقرتنا راح تتناول موضوع الوقت وأهميته، وخاصة للشباب إنه شو ممكن يستغلون وقت فراغهم بالشكل الصحيح والمناسب. لذلك راح نروح نسأل الشباب ومن بعدها راجع لكم. اقضي طلع ويا جماعتي اكثر شيء، يعني احب اطلع ويا جماعتي حتى غير جو، اذا ما اطلع وياهم شوي يعني اصير كآب وكذا. ايه انت شلون مقسم وقتك اولا؟ يعني مقسم وقتي نوم، طلع ويا جماعتي وارجع البيت بس. زين شغل ما مسامع بي؟ لا سامع بي وشايفه. اي وين تشتغل يعني؟ عندك شغل ولا لا؟ اشتغل هنا بالمول. اي وصارت ان شاء الله بطلت بس. دراسه سامع بيها؟ دراسه سامع بيها. اي مخصص لها من وقت؟ لا تركتها. زين نصيحتك للشباب باعتبار برنامجنا هاي شباب، بتكون رسالتك موجهه للشباب انه الوقت وقت الفراغ. الوقت وقت الفراغ افضل شيء ممكن بشنو تقضيه؟ افضل شيء شغل، ارجع للبيت همشي الاقي الرجال يفوت الاقي بالبيت، هذا يسموه احلى شيء. صح. ايه بس احنا بدنا نخص وقت الفراغ. وقت الفراغ يقضي مثلا طلع يطب يتونس يمشي غير جو، مو الا كآبه مثلا كمل شغلك طلعت فلوس لك طلعت تونس انت تهمل مثل ما قاعد تخدم لك اخدم نفسك. من ارجع من الشغل تعبان واحد يبدل يصبح يدير وجهه يطلع مول يتونس يروح مطعم يشوف عالم يقعد قهوه، هاي اغلب وقت الفراغ واحد يقضيه. هاي دائما انت وقت الفراغ تقضيه بالطلعات؟ جوز الاولويه هسه للاهل، جوز اولويتك انت وقت فراغك يصير لاهلك. زين. اذا عندك امور بالبيت تخلصها بعدين وراها تطلع تتونس. زين شنو رايك باللي يقضي وقت فراغه بالرياضه مثلا؟ شيء ايجابي بالعكس شيء حلو. ايجابي الرياضه زين للجسم وشيء ايجابي. انصح اغلب الشباب يشتغلون وقت فراغهم بشيء ايجابي، دائما رياضه اطلع تونس، لا تشتغل بشيء سلبي، لان يعني اغلب مجتمعنا هسه جاي يتطرقون على اشياء كلها سلبيه، اغلب الامور سلبيه، اغلب الشغلات سلبيه، مثلا واي امور مثل سوالف مثلا شرب الخمر، مخدرات، هاي انصح عن بعض الشباب يتعدون من هاي الامور. اروح جيم، اروح مرات اقرا اشياء مفيده بس مو دائما، يعني بالاسبوع مره، مرات حتى ما. شنو الشغلات اللي تحب تقراها؟ كتب مثلا روايات او هيك اشياء بس يعني مو قلت لك مو دائما. ايه على طار الروايات والكتب، شنو ممكن تفيد قراءه الكتب والروايات؟ ايش راح تنمي بداخلك وايش راح تفيدك؟ تفيد هواي اشياء، مثلا المعرفه تعلمك شلون تتثقف. اي واشياء هواي تفيدك مثلا هواي. إيه. زين لنفرض اليوم عندك وقت فراغ 3 ساعات، هاي 3 ساعات شلون راح تستغلها؟ هو يعني هواي اشياء اقدر اسوي بها، مثلا اروح ساعتين مثلا بالجيم، هذا اغلب الاوقات، مثلا 3 ايام بالاسبوع، 3 ايام بيوم استراحه، وهاي على الاسبوع كله هيك اقضي، مرات اروح يوم اصدقائي، مرات مثلا بلاي او اشياء ثانيه مثل قلت لك روايات او اشياء، بس يعني مو دائما. شباب وبنات مثل ما تشوفون وصلنا وياكم لنهاية فقرتنا من برنامج هاي شباب، وسؤالنا اللي يقول انه كيف تستغل وقت فراغك بالشكل الصحيح والإيجابي. مثل ما شفتوا اليوم الشباب ما شاء الله دائما يستغلون وقتهم بالرياضة وبالشغلات الصحية والسلمية والإيجابية. بالختام أكيد تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل، كنت معكم أنا مغيث خالد، قناة زاغروس الفضائية.
إذا مشاهدينا الكرام بعد ما شاهدنا رأي الشباب أكيد رجعنا حتى نكمل مشوار حلقتنا لهذا اليوم. شكرا يا همسة. طبعا سؤالي إليك حاليا، أنت قلت إنه الأهل لهم دور بهاي سالفة إنه الأولاد يعني يأخذون الأب أو الأم قدوة لهم ويشوفون تصرفاتهم ويقلدوها، شنو النصيحة اللي تقدمها للأهالي بحيث إنه يصيرون القدوة الحسنة فعلا، إنه ينظمون الوقت قدامهم قدام أطفالهم، يوفرون لهم البيئة الصحيحة للتربية الصحيحة بحيث يطلع مجتمع إنه نشط، إنه عنده مثلا أهداف وطموحات، يعني ما يوقف إنه أنا هذا ثاني يومي أو الساعات اللي عندي فراغ إنه أقضيها بس تليفون أو ألعاب وما إلى ذلك. شنو نصيحتك للأهالي؟ نصيحتي لهم إنه لا يعتبرون يعني الوضع هو وقتي، لكن هو مدى بعيد، يعني نتائجه بعيدة وتأثيراته جدا شديدة بالمستقبل، فلا تعتقد أنت المسألة هي وقتية. نلاحظ إحنا كثير من الأهالي يتصرفون تصرفات غير محسوبة ويعتقدون إنه هذا ما له تأثير بالنسبة للأبناء، ولكن هو تأثير جدا مباشر. ونلاحظ إحنا حتى بشكل عام الأب طريقة الجلوس مالته الأبناء يقلدوها، نموذج طريقة الحديث نموذج، فأنت نموذج بالنسبة لابنك. فمن تطلب من عنده الجانب يكون ملتزم أو نظم وقته، أنت تكون بالبداية ابدأ بنفسك، ابدأ شلون تقسم وقتك. بالإضافة الحديث إلى تأثير، المخاوف هي يعني مكتسبة عن طريق النموذج. مثلا إذا هو دائما الأهل يتكلمون الوقت مدى يكفي، مدى أقدر أرتب أموري أولوياتي، ما عندي مساحة أتقي بعائلتي، ما عندي مساحة، هاي الفكرة انتقلت لابني. إذا كانوا بالمدرسة راح نفس الشاكلة، ما عندي وقت أني أدرس، الوقت ما يكفي حتى أقرأ، وبالتالي راح تصير نتائجها سلبية جدا، والنتائج تكون غير مرضية بالنسبة للأهل، والنتيجة هي كل الأطراف غير راضية، وهي سببها الأهل وأسلوبهم في تنظيم الوقت. يعني الكلمات مال الأهل هي تتخزن بالعقل الباطن للطفل، نعم، بحيث هو يطبقها بدون باللاوعي. أحسنت. زين. نعم. شكرا لك يا أستاذ هاني، طبعا مكملين وياك، لكن بعد ما ننتقل إلى مراسلين معرفة آراء حول هوس الفتيات وضياع وقتهن باستخدام السوشيال ميديا بأمور غير مفيدة. يسعد أوقاتكم مشاهدينا ومتابعينا متابعي قناة زاكروس الفضائية، ومستمرين ياكم بفقراتنا من برنامجنا هاي شباب. سؤال فقرتنا راح يكون اليوم للشباب، شنو رأيهم ببعض الفتيات اللي يستخدمون السوشيال ميديا بشكل غير صحيح؟ خلينا ناخذ رأي الشباب ونرجع لكم بعد هذا الفاصل القصير، خليكم معنا. مرحبا. اهلا. شنو اسمك؟ مروه. اهلا وسهلا بيك يا مروه. مروه انت عندك برامج بالسوشيال ميديا؟ اي عندي. تنشرين؟ تحبين النشر؟ اي طبعا، انشر معلومات، شغلات مفيده للدراسه، شغلات معلومات. طيب اكو بنات اليوم ينشرون على السوشيال ميديا اشياء غير مفيده، شنو نصحتك لهم؟ ان ينشرون شغلات مفيده للدراسه، معلومات عامه، شغلات. والله برأيي ممكن الأعمار هم تحدد هذا الشيء، إذا العمر كان بعمر مراهقة فممكن تشوفين البنات والشباب يدورون شغلات مو مفيدة، فالأهل لازم يكونون عندهم متابعة على طول على هذا الشيء. ممكن إذا كانت أعمارهم أكبر فتشوفيهم لا، تشوفيهم يبحثون على شغلات مفيدة يستفادون أكثر بها، يدخلون على مواقع، ممكن أكو مواقع تفيدهم بالبحث بالتعليم. ممكن تشوفين أكو ناس هواية هسه أكو صار أكو تعليم إلكتروني، ممكن يفيدهم أنه يفوتون على المواقع يتعلمون. طيب نصيحتك لهم؟ نصيحتي أنه لا، السوشيال ميديا مو بيها جانب إيجابي وجانب سلبي، فإحنا لازم نروح على الجانب الإيجابي أكثر ما على الجانب السلبي. شوفي أنا رأيي ما يبتعد كل شوية عن رأي زوجتي مريم، هي بالدرجة الأولى يعني دائما المحددات اللي يعني يخلوها الأهل بداية نشأة الطفل هي تكون سبب لوجهة الطفل فيما بعد، لأن هو الطفل هو النشأة، يعني هي نشأة الجيل تبدأ من الطفل،
فدائما احنا نلاحظ بانه انت سالتي يعني بشكل محدد عن الفتيات. الفتيات شوفي كلش مهم يكون لهن متابعه ويكون لهن توجيه اكثر من الاطفال، لانه احيانا انت تريد تنشئ جيل فلازم تكون عندك يعني امراه ناضجه. امراه كل ما تنضج ينضج المجتمع، هذا سبب اساسي يعني نهضة كل مجتمعات تتقدم للامام. والله بالحقيقه هسه هاي ظاهره غير صحيه انا اشوفها، لان تنزل محتوى بصراحه ما يليق بمجتمعنا ومو متعلمين على هيك محتوى. ونوبات نشوف يعني كاعلاميين وفنانين دي يعبروهم بمراحل بمحتوى يكاد يكون يعني غير لائق. فنصيحه نغيروا من محتواهم شويه، يكون ارقى من هذا الشيء ويكون يوصل فد رساله بنفس الوقت، خيكون يعني بمجال بزنس او مجال اعلان بالنسبه لهم، بس لازم شويه يتغير لان احنا ما متعلمين على هيك محتوى حقيقه. هذا الشيء يعني زايد هالايام صحيح، واكو ناس تكون مشهوره وبنفس الوقت محتواها يعني نقدر نقول ما يعني ما له قيمه، فهذا الشيء راح ياثر على الناس اللي يتابعوهم. فاتمنى من هذا الشيء يعني انه اطور من نفسي الثقافه اقرا، فهذا الشيء راح يعني شلون يزيد الثقافه وراح يغير من هذا المحتوى اللي يقدمه. بعد ما اخذنا اراء الشباب وصلنا الى نهايه فقرتنا هذا اليوم، انتظرونا بفقره جديده وحلقه جديده من برنامجنا هاي الشباب، والى اللقاء. رجعنا وياكم مشاهدينا بعد ما اخذنا هذا التقرير، وراح نكمل باقي الحلقه وباقي الاسئله ويا الاستاذ هاني. اكيد يا اولى. طيب استاذ هاني، اكيد رجعنا وياك. اكو نقطه جدا مهمه بالنسبه للشخص، اذا كان شاب او فتاه، من يضيع وقته هدر للوقت راح يصيب حاله نفسيه، بالذات طلاب الصف السادس. خلينا نحكي بصراحه، يعني يمكن من تجي الامتحانات هو بالأربعين يوم ما قرا ولا غيرها من هذه الفترات، انه يصير عنده ندم انه انا ليش ما قريت، فهنا يصير عنده حاله نفسيه. فاليوم راح نتكلم عن ضياع الوقت مع الحاله النفسيه. مهم بالنسبه للمشاكل النفسيه اللي تصير بسبب الضغوطات، هي سببها الضغوطات، وخاصه انك تطرقتي لطلبه السادس خاصة المراحل المنتهية. هناك يكون عندهم ضغوطات جدا شديدة من جانب الدراسة، تنظيم وقت الدراسة، من جانب ضغوطات الأهل دائما تكون يريدون طموحات معينة. يعني لابد أن تطلع معدل هم يخلون يعني بالهم في رينج معين. دكتور أو مهندس. طبيب أو مهندس صح. فدائما هذا الرينج يكون يسبب ضغوط الطالب. بالإضافة دائما لا تطلع، لا تخرج مع أصدقائك. ابقى بس اقرأ. لا تمارس أي نشاط معين. من يشوفه خارج الغرفة وكأنما مسوي في الجريمة، وهذه الضغوطات اللي تسبب له سرعة. يعني إحنا بعملي حالات تكون سببت يعني إقدام الانتحار في فترة خاصة من المراجعة أو ضغوطات الدراسة والأهل، أو انتكاسة تكون عندهم يرفض الدراسة. زين، أكو نقطة مهمة أنت حضرتك تكلمت عليها، هي مراجعة الدكتور النفسي. الطبيب النفسي. زين. نعم. الطبيب النفسي عفوا. انه بالعراق اليوم يمكن احنا عندنا قله هذه الثقافه انه هو يزور الطبيب النفسي. نعم، وهي تعتمد على ثقافه المجتمع، واغلبهم يخافون من الوصمه الاستيغما، يعني يعتقد مراجعه الطبيب النفسي هو مجنون، وهذا الموضوع يسبب لهم نوع من المشاكل يعني حتى اسريه. بالنسبه للاسره يصير عندها مخاوف انه عندنا شخص عنده مثلا مشكله نفسيه، لان يعتقد المجتمع الخارجي المنزل او حتى الاقارب اذا عرفوا هذا الجانب يقول لك هالعائله عندهم شخص مجنون، وهذا راح يسبب لهم مخاوف، واذا كانت عندهم بنت احتمال صعب يقدمون او يقدمون لها، فهذا الجانب يسبب مخاوف بالنسبه للاهالي، واغلبتهم يلتجئون الى اشخاص يعني في جوانب اخرى قد يكون روحانيين، يعتقد انه عنده مثلا يبي مثلا جن او غيرها من هذه الامور، او مسوي له مثلا سحر، او هاي الامور كلها سلبيه. يؤمنون بالتخاريف ما يؤمنون بالطبيب. اكو بعض الاحيان، واخر نقطه يلتجئون له هو الطبيب النفسي او الشخص المختص. وهذا سبب مشكلة، يعني الاضطرابات النفسية هي كثيرة متعددة، ما نقدر يعني هو علم، وحسب تشخيصات الـ DSM-4 DSM-5 في تشخيص الاضطرابات النفسية دليل الإحصائي، هواي من الاضطرابات النفسية قد تكون اكتئاب أو قلق أو اضطرابات أخرى، فالأغلب يعتقد أن كل اضطراب نفسي هو جنون، وهذا من الأخطاء الشائعة،
يعرفون الامور تتفاقم الا تكون هي بها يعني تراكمات مضاعفات جدا صعبه، وحتى العلاج يكون يعني بكميات يكون اكثر ويعني نتائجها تكون سلبيه جدا. طبعا من وجهه نظري انه الصحه النفسيه كل افراد المجتمع راح تولد لنا مجتمع صحي، مجتمع عنده عقلانيه بهواي امور. للاسف احنا هاي الشغلات كلش مهملها، مو مثل باقي الدول الاوروبيه وما الى ذلك. سؤالي لك، بما ان انت بهذا المجال وشفتوا هواي حالات يعني سواء بنيه او ولد، شنو هو اكثر البنات او ام الولد اللي يعانون من الاضطرابات النفسيه ويلتجئون اليك؟ من هم اكثر الفئه، الولد او البنيه؟ احنا ما نقدر يعني نرسم في فئه معينه، بالاغلب هي شباب وبنات حسب الضغوطات اللي يمرون بها، خاصه احنا مجتمع مثلا مليء بالضغوطات، قد تكون ضغوطات اسريه، ضغوطات اجتماعيه، الحروب اللي مرينا بها، الضغوط اللي متمثله بمشاكل اسريه. يعني الشاهد مثلا بارتفاع معدلات مثلا الاكتئاب، والاكتئاب يكون خاصه عند النساء بسبب ضغوطات الاسره مثلا، او بعض الاسر تكون يعني مقيده تصرفات المراه في تعامل او في الخروج او في اي وسيله تسبب لها ترفيه، فيكون هذا التحجيم والضغوط يسبب لها نوع من الكبوت، وهذا بالتالي راح يسبب لها مشاكل. ولاحظ انا في مجالي الشخصي يعني اقول في مجال عملي، كاستبيان هالموضوع هو النساء اكثر يعني كجانب. اكيد احنا حابين ناخذ منك نصيحه اخيره بالنسبه للمشاهدين. نعم، نصيحه اخيره انه اهتم جانب النفسي، اهتم صحتك النفسيه هي اساس في يعني تخلي حياتك تكون سعيده، شلون تتعامل مع الاخرين، شلون تتعامل بتوازن اكثر ومرونه اكثر، بعيد عن الانفعالات والتوتر بسبب لك الكثير من المشاكل، راح تساعدك في تنظيم وقتك وهو المهم في جعلك سعيد بحياتك، او تقدر تنسق امورك وتحقق اهدافك بشكل متزن بعيد عن التوتر والشد العصبي والقلق وما ذلك. عاش ايدك الاستاذ هاني علاوي، شكرا لحضرتك نورتنا اليوم. شكرا لكم، شكرا لحضراتكم، اهلا وسهلا. اذا مشاهدينا الكرام اكيد مستمرين وياكم لكن بعد هذا الفاصل. رجعنا وياكم مشاهدينا بفقرتنا الثالثة اللي هي أيام الشباب، ضمن فقرة أيام الشباب اللي تكون خاصة للكبار اللي نتعرف منهم في كل حلقة على حالة إيجابية أو سلبية مرت بأيام شبابهم حتى يتعلم منها الشباب والشابات في الوقت الحالي. اليوم سيكون سؤالنا إلى الرجال والنساء كبار السن، ربي يحفظهم، شلون شفتوا تختارون الصديق وشلون تبطوا الثقة؟ فإحنا أكيد نريد اليوم نصائحكم شلون نختار الصديق وشلون يكون قريب إنه ونهتم به من ناحية الثقة. أكيد نتمنى من شبابنا يستفادون من دروس الكبار حتى يتجنبون الوقوع بالأخطاء. راح نروح نشاهد الاستطلاع حتى نتعرف على نصائح الكبار من خلال تجاربهم أيام شبابهم بالاختيار والتعامل ويا الأصدقاء، حتى لا يقع شبابنا ضحية الاختيار صديق السوء. والله هي ايام شبابي حالها حال اي شباب الحلوين الموجودين هسه بهالوقت هذا. اختيار اصدقائك شلون كانت؟ والله الاختيار كان يعني حسب المرحله الدراسيه، حسب المنطقه وجواريني والمعارف، بس يعني خلينا نقول شبيه شيء منجذب اليه، يعني يكونون نفس الميول نفس الاطباع، مو اني يعني في وادي وهم في وادي اخر، لا نفس شمرتي نفس وضعي. يعني شنو تنصح الشباب الحالي باختيار الاصدقاء؟ والله انصحهم انه يختار الشاب الخلوق، زين، لان احنا عندنا مثل يقول الصاحب ساحب، زين، فهو لو ياخذه وياه للطريق الصحيح، لو لا سمح الله راح يجره وياه الى معترك الحياه وامور لا تحمد عقباها. والله يا يعني شباب حلوه، يعني الاصدقاء يعني والامور يعني. اصدقائك شلون اختاريتهم او شلون صاروا وياك؟ يعني من الصعب تختار الاصدقاء بشكل مباشر، فانت تكون عندك فئه معينه تختارهم على مود يكملون صفاتك يعني.
فدائما تختصر يعني اصدقائك، يكون صديق مقرب يعني شخصيتك. شنو تنصح الشباب هذا الجيل شلون يختارون الاصدقاء؟ والله انصح هذا الجيل يختار يعني صديق يعني الملم بالحياه، اللي يعني الاخلاق تكون ساميه، تصرفات حلوه يعني، ملابس شيء يعني يكون احسن. والله هي ماكو احلى من ايام الشباب يعني بصراحه، يعني احلى ايام، احلى ايام عشناها. الاصدقاء اللي عشتها وياهم والواحد المفروض يعني يستغلها بكل ايامها، لانه ما تنعد بعد، ما صار بعد تنعد. الاصدقاء شلون كانوا؟ كلها كان قلبها طيب، وكلهم كانوا زينين، ما ادري سبحان الله، بس كبرنا كل شيء اختلف، كل شيء تغير. وهسه شنو يعني انت تشوف الشباب هذا الجيل شلون؟ جيل هسه مو خاف اقول يعني خاف يزعلون الشباب من عندي. جيلنا هسه بصراحه تايه احسه. يعني مو مثل شبابنا احنا من كنا يعني، انا احكي لك يعني مواليد السبعينات. مو مثلنا يعني، يختلفون تماما يعني علينا. زين شلون تنصحهم لهذا الجيل باختيار اصدقائهم؟ والله المشكله هم اللي يقمزون من واحد لواحد، يوميه صادق لواحد، يوميه عنده 10 اصدقاء، مو انت هاي المشكله، هاي التواصل الاجتماعي وال هاي الفيسبوك والواتساب والمعرفش، هاي قامت تسوي فد علاقات غير شكل، تختلف عن علاقاتنا السابقه يعني. يعني اكيد اما من ولد محلتك، بالاضافه الى انه الطلاب وياك بالمدرسه، فلذلك تكونون من نفس المستوى يعني، وهذا يعني يخلينا يعني دائما واحد يعرف الله. كانت وسائل الحياه غير شكل يعني، كانت يعني احنا لقاءاتنا اكثر ما لقاءات الشباب بالوقت الحاضر. ربما هسه كله فيرتشوال يعني، الشباب عن طريق التواصل الاجتماعي كذا، لا احنا كنا يعني دائما ما انه نلتقي يعني، سواء نلعب طوبه او نطلع الى مراكز الشباب نلعب منضده، نلعب سله، نلعب طائره. الان خلصنا الاعداديه، من خلصنا الاعداديه لا بالكليات غير شكل كانت. انا كملت الدراسه خارج العراق، فلذلك حياتي تختلف يعني عن والله ايام شباب خير، الناس كانت على نياتها والاصدقاء على النيات. اي وكنا عشنا احلى ايام حياتنا، خاصه اني كنت بالجامعه المستنصريه عندي اصدقاء ولحد انا متواصل وياهم، وحياه كلش سعيده وما بها اي مشاكل وما بها اي مصالح. بس مع الاسف الامور هسه اختلفت، الدنيا صارت اصدقاء مصالح واصدقاء سوء. اي ويحاولون دائما الصديق يعني يسوي مشاكل وينافق وهاي، فهذا عمرنا قمنا نبتعد عن هاي الامور. بايام شبابنا يعني مرينا باصدقاء وسعاده، وهسه لا يعني يقول. زين عمو شنو تنصح هذا الجيل الشباب؟ شنو تنصحهم؟ انصح هذا الجيل انه يتعلم ويتثقف ويدرك الامور ويصادق ناس خيرين من عوائل متعلمة، عوائل مثقفة، ولا يندمج ويا كل شاب، لأن يعني الشباب ما قام تنحزر هسه. إذا مشاهدينا الكرام، أما الآن فقرة شباب على الطريق. اليوم في فقرة شباب على الطريق راح نتعرف على موهبة في مجال معين ومبدع في مجال معين. شكرا همسي، موهبتنا على الطريق هذا اليوم ستكون مع شاب عراقي أبدع في مجال كتابة الشعر الشعبي، وأيضا سلك طريق تقديم البرامج الشعرية. أكيد اليوم موهبتنا هو مصطفى علي، شاب مولع بالشعر الشعبي، فاز بمسابقة شعرية للعراق واحتل المركز الأول. راح نروح نتعرف عليه بالتقرير، خليكم ويانا. مصطفى علي من بغداد، مواليد 2000، طالب سادس أدبي، غير متزوج. بديت الشعر ب 2019 من مسابقة صوت الشعراء، مرحلة الأولى أخذت الأول،
المرحلة الثانية والتتويج الثاني. طبعاً هو الشعر موهبة، بس أكو شيء حرك هاي الموهبة. مريت بعلاقة، العلاقة كانت سيئة، رحت كتبت قصيدة ومن عندها بديت أكتب أكتب أحاول، لحد ما شاركت بمسابقة صوت الشعراء وانطلقت من عندها. طبعاً هو دور الأهل شيء دافع معنوي وضروري جداً، مو فقط للشاعر، لأي شخص عنده موهبة، الرسام اللي صوته حلو. فدائماً نتمنى من الأهل إنه يدعمون الأشخاص اللي عندهم مواهب. يعني كل إنسان ببداياته يواجه هواي صعوبات، مثل التنمر، التقليل من شأنه، بس لازم إنه ما يهتم للكلام السلبي ويستمر ويكون أقوى حتى يثبت للناس إنه هو قدها. أكو ناس بالبداية ينتقدوه، بعدين نفس الناس راح يقومون يصفقوا له ويجوا يحتاجوه بهواي أمور. أول قصيدة كتبتها بعد محاولات عدة إنه شفتها حبوها الناس وقريتها بمسابقة صوت الشعراء. لو أدري اللي يحب كل ليلة موات، كان وداعتك ما يوم حبيت، إش كم ظرف بظرف متروس دمعات، وش كم ساعة بريد بليل وديت، تعالوا فليبوس جفوفك الباب وتبوس أطراف رجلك عتبة البيت، صحت لك يا حبيبي ومن قلت ها مدري شلون واقف بيها ظليت، وراها تغيرت الأحوال والشوق، وكنك يا حبيبي الروح مليت، تطش عمره وشلم من كومة تراب، مو ياهل يطش حسبالة تكليت، أزعل بالكذب وسنين تانيك، ومو آسف شبيك تقلي يا ريت، غم هيك عشق خلص تواسيل، ببسط تضحياتك بي ضحيت، من يوم الكتبت الدار والدور عرفتك تبتعد بصوك حنيت، خرس سبح الجرح والخيص ستين، وشواهيدك خناجر بيها خليت، غرقان واشوفك بلم والدور، كل ما اردك الضك تلف والدور، من يوم كتبت الدار والدور عرفتك تبتعد وتخون بي. طبعا جتني دعوة، انا شاعر بحسب ظهوري بالبرامج الشعرية، جتني دعوة انه اقدم برنامج، قدمت برنامج شعري بالبداية، وبعدين قدمت برنامج مواهب وهيجي أمور. كل إنسان مو بس أني يعني يتمنى أنه يوصل للي يريده والأحلامه، أنه القمة تسعى للجميع، وأنه يحفر اسمه بشي حلو حتى تحب الناس. ماذا لو عاد معتذرا أنا البي طبع لو تزعل الروح، أقل الروح طلع ولا تردين، وإذا دمعت عيني قبالك بيوم، والله وداعتك أشلحها للعين، أنت بقلبي جرب غثني فد يوم، إلا بصدر نوم هالسكاكين، أموت عليك ما حاجيها فد يوم، حش لساني يقول لك هالكلمتين، بس ترمش عيونك أقدر أنساك، ما أحتاج يوم وشهر وسنين، عزت نفس أملك لو طحت يوم، أظل طايح عمر ما مدي لي دين، وحارب لو طفي انقلب كون، وحارب لو علي طفي انقلب كون، وبدمك اشخبط على الحياطين. أصعب مرحلة من تنتظر شخص وما يجيك، وينك ما تجيني وتمشي وياي، ولك حتى اللي يموت يريد رفقه، حسرة بعيني ظلت شوفتك جاي، ولو شايف قفاك اعتبره ملقى، ما مشتاق اشوفك قلت لك اليوم، كذب كل الحكية ولا تصدقه، ومن شفتك تريد الفرقة أسباب، ركضت على القلب سديت حلقة، لا تعاتب يا قلب وكافي أرجوك، راسي من العشق مليت أدنقة، بارد من حضنتك تشبه الموت، بارد من حضنتك تشبه الموت، جمد دمي ولقيت عظامي زرقة، ما مشتاق أشوفك قلت لك اليوم، كذب كل الحكية ولا تصدقه، وإذا أراد القلب هم يعشق النوم، أشمره وعلى درب بجدا مسحقه، أشمره وعلى درب بجدا مسحقه.
يسعد مساكم مشاهدينا الكرام من جديد، وصلنا الآن إلى فقرة قصة تحدي. اليوم فقرة قصة تحدي جدا مميزة لأن بيها تحدي وإصرار. برغم هذه القصة ورغم ألمها إلا أنه تعطينا بالنسبة للحياة ونرى الحياة من زاوية أخرى، وهي الأمل والتفاؤل والنشاط. أكيد يا همسة، اليوم قصتنا لشاب عراقي من محافظة الأنبار اسمه لؤي الكراغلي، من مواليد 1995، خريج كلية الآداب جامعة الأنبار. شاء القدر أن يسلب حركة رجليه بسبب حادث تعرض له هو بعد شبابه وأحلامه. نعم يا تبارك، لكن رغم كل ذلك وصل بقوة متحديا كل شيء وأكمل دراسته إلى أن أصبح طالبا في الدراسات العليا، ولديه طموح أهم من الدراسة نتعرف عليه وعن تفاصيل قصته، ذلك من خلال التقرير الآتي، خليكم معنا. لؤي القرولي من محافظة الأنبار، مواليد 1995، خريج بكالوريوس كلية الآداب جامعة الأنبار، وطالب دراسات عليا في جامعة الجنان الجمهورية اللبنانية العربية اللبنانية، غير متزوج، أعزب، من ذوي الإعاقة. في عام 2014 آبان الأحداث العسكرية اللي جرت على محافظة الأنبار، صار أكو قصف بين الجهات العسكرية المتمثلة بقوات الجيش العراقي وفلول داعش الإرهابي، فأحد هذه المقذوفات سقطت في بيتنا في حديقة البيت، فسببت عندي ضرر بالحبل الشوكي، نتج عنه شل الأطراف سفلى. تعرضت للإصابة أنا وبقية أفراد عائلتي نتيجة المقذوف اللي سقط داخل الحديقة مال بيتنا. صراحة في بداية الموضوع ما تقبلت كلش هواي، لأنه مرض لأنه أول مرة نسمع عنه، فجأة أنه تفقدين حريتك، قدرتك على الحركة، على فعل يعني أشياء أنت متعودة عليها، فكان الأثر النفسي كلش صعب في بداية المرحلة، لكن فيما بعد قدرت أتغلب على هذا الحاجز، ومن خلال إصراري، من خلال إيماني بذاتي وإيماني بأنه الحياة ما توقف عند حد معين، فتعايشت مع الموضوع، تأقلمت مع وضعي الجديد، وانطلقت في بداية حياة جديدة. أول شغلة سويتها بعد الحادث، بعد مرور سنة من الحادث تقريباً، أنه عاودت لي الدراسة مرة أخرى في الجامعة، لأنه أنا كنت طالب في جامعة الأنبار في سنتي الأولى. فأول شغلة سويتها أنه باشرت دوامي في الكلية، وأيضاً اشتريت سيارة فقعدت أنا أسوق فيها بوحدي، فحاولت أتأقلم قدر المستطاع مع البيئة، مع الحياة الجديدة الخاصة بي أنا، وأتغلب على هذه التحديات اللي موجودة هي بفعل البيئة وموجودة بفعل الإنسان أحياناً. يعني أبرز شغلة حققتها في حياتي بعد الحادث، مستوى تفكيري اختلف عن لؤي ما قبل الحادث، وإضافة إلى أنه أكملت مشواري الدراسي وحصلت على شهادة البكالوريوس من جامعة الأنبار، وحالياً أنا في طور الحصول على شهادة الماجستير. أول شغلة تعديل قانون 38 لسنة 2013 بما ينسجم مع طموحات ذوي الإعاقة أنفسهم، لأنه لازم البرلمان يستضيف ذوي الإعاقة ويسمع آرائهم ووجهة نظرهم حول الموضوع اللي هو تشريع القانون وتعديله، حتى يعرف بأنه هو وين ماضي، ما يشرع القوانين بمعزل عن الفئة المستهدفة. هذا ضروري حتى نتلافى جميع الثغرات أو الفقرات القانونية اللي ممكن ما تصب بصالح ذوي الإعاقة أو يكون مدى تطبيقها كلش صعب، فلازم يتم استضافة ذوي الإعاقة والاستماع إلى آرائهم حتى نعدل هذه القوانين. يعني نصيحتي لكافة الشباب سواء من ذوي الاحتياجات الخاصة أو الأصحاء بشكل عام، على الرغم من أنه إحنا ذوي الاحتياجات الخاصة يعني نوعا ما متأقلمين ونشاطنا كلش واسع، أنه الحياة ما توقف عند حاجز معين، أنه لازم اليوم لما توقع في مطب تحاول تتأقلم مع الحياة الجديدة، مع الظرف الجديد، وتحاول تكمل مسيرتك. لازم يكون عندك هدف تسعى إليه، ما تكون إنسان هامشي، يعني مجرد إنسان يقضي حياته روتينية، أبداً. لازم يكون عندك هدف سامي تسعى إليه لتحقيقه، وتترك أثر لما بعدك، بأنه بعد الموت لازم يشار إليك بأنه هذا العمل اللي أنت عملته،
فلازم تكون عندك رسالة تأديها في حياتك. رسالتي للحكومة وللبرلمان أنه يسلطون الضوء ويسمعون لذوي الاحتياجات الخاصة، لأنه هم فئة كلش كبيرة بالمجتمع وفئة فاعلة وفئة منتجة عكس ما يتصور الآخرين بأنه هي فئة مهمشة، أو هي فعليا مهمشة لكن هي فئة لا تستطيع أنه تقدم شيء للوطن. بالعكس، إحنا فئة دا نقدم للوطن، دا نرفع العلم العراقي في محافل دولية رياضية عديدة. ضرورة دعم ذوي الإعاقة في مسائل الرياضة والدعم النفسي، إضافة إلى أنه رسالتي للشباب خلي يكون عندك هدف، خلي يكون عندك رسالة وطموح تسعى لتحقيق هدفك وإيصال رسالتك والوصول لطموحك. إذا مشاهدينا الكرام، بعد ما تابعنا قصة تحدي للشاب لؤي القرغلي، اليوم حلو نشوف لؤي برغم تعرض الحادث لكن هو استمر بالحياة واستمر بنشاطه وبمجاله وأبدع أيضا بموهبته. صحيح، طبعا يعني هاي الحلقات خلالها بنشوف قصة تحدي وأغلبهم إنه واجهوا معوقات إعاقة جسدية أو معوقات في الحياة سواء مادية أو معنوية. بنشوف إن هم شبابنا بيتحدون نفسهم وده يبدعون بمجالات، يعني الشخص السليم اغلبهم ما يقدرون يعني يستسلمون عند مثلا اذا وقع بدرس او شيء يستسلم، بس هذا وصل للدراسات العليا وهذا الشيء يعني كلش صعب. اكيد الانسان بس يريد شيء يوصل له، ماكو اي عائق جسدي او العائق فكري يكون. صحيح، فاكيد نتمنى له الموفقيه يا رب. رجعنا وياكم مشاهدينا الكرام من جديد. طبعا انا شوي اريد اسالكم سؤال، اليوم شلون تختارون الصديق؟ طبعا الصديق بالنسبه لي مو سنوات ومعرفه 10 سنين وما ادري شنو، الصديق هو بالنسبه لي مواقف يوقف وياي على المره قبل الحلوه. طبعا اكيد مو اني اشوف صديقي بس باوقات الفرح، باوقات الحزن فرح اهجره، لا انا بالنسبه لي اختياري كصديق للصديق على هذا المبدا. صديق بالنسبة لي هو السيف سيركل، الأمان، يعني هو اللي تروحين إلى اللي يفهمك اللي يسمعك اللي يحسك، هو السول ميت. بالفعل أنا بالنسبة لي الصديق أو الصديقة عائلة، بيتي، يعني حرفيا ماي هوم. يعني حلو، إن شاء الله يا رب يحفظكم كل أصدقائكم وصديقاتكم. إذا مشاهدينا الكرام انتهت حلقتنا لهذا اليوم، نتمنى لكم نهار سعيد وأكيد الختام مع زميلاتي. شكرا يا همسة وشكرا يا تبارك، اليوم حلقة كانت كلش ممتعة، أتمنى استمتعتوا بها مشاهدينا الكرام مثل ما احنا استمتعنا، ونشوفكم الأسبوع المقبل نفس الوقت. انتظرونا الأسبوع الجاي بنفس الوقت.